السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف نتوما متتبعي قناة تعليم ابتدائي الرائد؟ كنرحب بكم مرة أخرى. إذا احنا دائما في الاستعدادات للامتحانات الثانية الخاصة بالدور الأولى بالنسبة للمستوى الثاني ابتدائي، إذا كنرحب بكم دائما وكنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الامتحانات. إذا كنطلب من جميع الأمهات والآباء اللي مازال ما اشتركوش معايا في القناة يفعلوا جرس الاشتراك باش يوصلكم دائما اي جديد كنحط ان شاء الله في القناة. اذا نبداو على بركة الله. اليوم تقويم في نشاط اللغة العربية. اذا نقرأ نص الانطلاق. قال الاب لاولاده: اليوم ساحدثكم عن ذلك الانسان العظيم الذي علمكم القراءة والكتابة وحسن الخلق. ذلك الذي يقف كل يوم أمامكم يشرح لكم الدرس ويسهل لكم طريق النجاح. هل عرفتموه يا أولادي؟ إنه المعلم، فأطيعوه واحترموه وكونوا له التلاميذ المخلصين. إذن أعيد قراءة النص. قال الأب لأولاده: اليوم سأحدثكم عن ذلك الإنسان العظيم الذي علمكم القراءة والكتابة وحسن الخلق. ذلك الذي يقف كل يوم أمامكم يشرح لكم الدرس ويسهل لكم الطريق النجاح. هل عرفتموه يا أولادي؟ إنه المعلم، فأطيعوه واحترموه وكونوا له التلاميذ المخلصين. إذا نحط فكرة عامة، كيف دائما كنقول لكم أنكم ضروري ومؤكد على أنكم تقرأوا دائما نص الانطلاق أو نص القراءة مرة وجوج وثلاثة وتقرأوه بتأني. هذاك غادي يساعدكم بزاف على أنكم تجاوبوا بطريقة اللي هي سهلة وطريقة اللي هي واضحة. وغادي يكونوا دائما كنقول لكم أن السؤال هو نصف الجواب، وبالتالي إذا كنتوا فاهمين السؤال غادي تجاوبوا بطريقة اللي هي صحيحة، والجواب منين غادي تجيبوه؟ غادي تجيبوه من النص ديال الانطلاق. اذا غتقراو دائما النص بكل تركيز، اتفقنا؟ اذا اول حاجه نشوفوا اول سؤال ولو العنوان المناسب للنص. اذا واش الاب المعلم او المدرسه؟ واضح جدا ان الاب كيتحدث مع الاولاد ديالو على المعلم، كيوصفو باوصاف اللي هي جد جميله، وصفو بانه انسان عظيم علم المجموعة من التلاميذ القراءة والكتابة وحسن الخلق. دائما كيوقف أمام التلاميذ بكل حب، يشرح للناس ويسهل لهم طريق النجاح. جميل جدا. إذا أنه كيهضر لهم على الأستاذ. هذا هو الموضوع العام ديال النص، اتفقنا؟ إذا والعنوان المناسب هو المعلم. ثاني سؤال، أكمل الفراغ من النص. علمني المعلم ماذا؟ القراءة والكتابة وحسن الخلق. إذن علمني المعلم القراءة والكتابة وحسن الخلق. شوفوا سؤال رقم 3، هاتي من النص كلمة تحتوي على حرف الميم، الباء، الدال، الذال. إذن بالنسبة للميم المعلم، الباء الكتابة، دال الدرس، ذال التلاميذ. اتفقنا؟ كاين مجموعة من الكلمات أخرى ولكن أنا فقط اختاريت لكم كلمة كلمة من كل حرف. نشوفوا سؤال الرابع، أضع الكلمات التالية في مكانها المناسب. هل ذلك باكرا ليلا؟ تظهر النجوم ليلا. تظهر النجوم ليلا. هل تلعبين معي؟ هل تلعبين معي؟ ذلك التلميذ المجتهد. ذلك التلميذ المجتهد. كل يوم أنهض باكرا. كل يوم أنهض باكرا. شوفوا، أضع الضمير المناسب. أنا، نحن، أنتما، أنت. أنا أكتب الدرس. أنتما تكتبان الدرس. أنت تكتبين الدرس. نحن نكتب الدرس. السؤال الأخير رقم 6، أرتب الجملة التالية: معلمي الذي القراءة
أحب علمني والكتابة. إذا نرتب الجملة جميعا، أحب معلمي الذي علمني القراءة والكتابة. أحب معلمي الذي علمني القراءة والكتابة. إذا إلى هنا كنوصل للنهاية ديال الشرح ديال التقويم الخاص باللغة العربية بالنسبة لليوم. إن شاء الله كنتمنى أنه جاكم، حاولت أنني نوضحه بطريقة لي سهلة وبسيطة ومبسطة، كنتمنى أنكم تعودوه في المنازل ديالكم، وإن شاء الله كنتمنى لكم التوفيق، امتحانات موفقة، إلى درس قادم إن شاء الله، في أمان الله وحفظه.